مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وموسم جديد من برنامج كلام كبار. حلقتنا النهارده خلينا نقول ان هي حلقه مميزه، بس خلوني الاول اهني اخواتنا المسيحيين بعيد الميلاد المجيد. يا رب دايما كلنا في اعياد وكلنا بخير ونخلص بقى من الكورونا على خير باذن الله. الفقره الاولى معانا او الفقره اللي جايه على طول هتكون عن ادمان من نوع جديد، ادمان الشوبينج. الناس اللي بتحب الشوبينج وبيحبوا يشتروا كتير هنتكلم عنهم وهنشوف ازاي ممكن نحل المشكلة دي لان هي فعلا ادمان. الفقرة اللي بعد كده هتكون عن العلاقات المؤذية، وخصوصا في حياتنا وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه العلاقات المؤذية كترت شوية، وخصوصا في الخطوبة في الجواز مع الصحاب، وده اللي احنا هنعرفه مع زمايلنا سارة وفيروز. خلونا نطلع فاصل بسرعة علشان نرجع مع فيروز ومحمود ونتكلم عن ادمان الشوبينج. ورجعنا لكم تاني بحلقة جديدة من برنامج كلام كبار. النهاردة هنتكلم عن نوع جديد من الإدمان. هو أنا ممكن أكون فعلا مدمن؟ وأنا أو أنتي ممكن تكونوا مدمنين ومش حاسين؟ هنتكلم النهاردة عن نوع تاني جديد من الإدمان، بس خلوني أرحب بزميلتي فيروز. أهلا وسهلا يا فيروز، مساء الخير عليكي. مساء الخير عليك يا محمود، ومساء الخير على مشاهدينا اللي متابعينا دلوقتي. النهاردة فعلا هنتكلم عن نوع جديد من الإدمان، وهو إدمان الشوبينج أو الشوباهوليك. يعني إيه مدمن شوبينج أو مدمن تسوق؟ يعني حد بيحب ينزل يخلص كل الفلوس اللي معاه بلا هدف، من غير ما يبقى حاطط في دماغه ان في حاجة معينة عاوز ينزل يشتريها، هو هدفه ان هو يصرف كل الفلوس اللي معاه وخلاص. ده موضوعنا النهاردة، وده معنى كلمة شوباهوليك. طب قبل ما ندخل في المرض وتفاصيله لو اعتبرناه كمرض، خلينا نصنف الناس الاول من حيث الشراء، من حيث الصرف. يعني بيصرفوا اكيد، احنا عندنا كذا نوع من انواع الناس اللي بتصرف. عندنا مثلا اول شخص، وده اللي بنقابله كتير جدا، الشخص البخيل. يعني انا عن نفسي في حياتي قابلت اشخاص كتيره جدا بخلاء. الشخص البخيل ده بيعمل ايه؟ هو كل متعته في ان هو يحوش فلوس ويكنس فلوس، سواء عن طريق ان هو يحطها مثلا في الاكاونت بتاعه في البنك، او يحوشهم عنده في البيت. زي مثلا ما شفنا كلنا مسلسل البخيل، وانا النجم فريد شوقي الله يرحمه، كان هو عنده متعه ان هو يدخل كل شويه يطمن على فلوسه ويشوفها وهي كتير قدامه. ده كان بالنسبه له بيمثل له متعه رهيبه، وكان بيتبسط جدا من كده. ده النوع الاولاني. النوع الثاني، طبعا النوع الاولاني ده ما بيعملش اي حاجه تانية في حياته، يعني مش يخرج يشتري لبس يتفسح يسافر. هو وصل للتارجت بتاع ان هو يحوش الفلوس وان هو يشوفها قدامه. بالظبط كده، ده اول ضيف معانا. ده اول نوع. النوع الثاني، وهو النوع بقى اللي هو الوسطي الجميل بقى، ده نوع حلو جدا، واتمنى ان احنا كلنا نوصل للمرحله دي في حياتنا، ان احنا نعرف نتبسط ونعرف نصرف ونعرف نجيب اللي احنا عايزينه، بس في نفس الوقت عندنا هدف عايزين نوصل له. مش بنصرف كل فلوسنا، لا بالعكس، عاملين حساب بكره في ايه، وفي نفس الوقت مش حارمه نفسي من اي حاجه. فطبعا ده الوسطي الجميل اللي كلنا نفسنا نوصل له. النوع الثالث بقى، وهو اللي هنتكلم عنه النهارده، وهو مدمن الشوبينج او الشوباهوليك. النوع ده زي ما قلت لكم في الاول، هو بيصرف لمجرد الصرف. هو زي ما بيقولوا كده، الفلوس بتشوكه. معاه فلوس، لا انا ازاي قاعد كده، انا هنزل المول هشتري حاجه، هعمل اي حاجه بالفلوس، المهم ما ارجعش بيها. حتى لو صرف الفلوس ده مش هيكون علشاني انا، لا انا هصرف الفلوس دي هجيب لحد هدايا، هعمل اي حاجه، المهم ما ارجعش باي فلوس معايا. يعني احنا كده معانا ثلاث ضيوف في الحلقه، البخيل، الوسط الجميل، والمدمن. بالزبط. طبعا كل مرض هيكون له اعراض، فالاعراض دي بداية من ان انا بيبقى عندي رغبة في الشراء، ان انا عايز اشتري، الى زيادة الشراهة في الشراء بدون ان انا ابص لاي فايدة وان الحاجات دي بشتريها ليه. بالظبط بالظبط. وطبعا بينتج عن ده بقى سلبيات كتير، ان دايما الفلوس اللي معايا بتخلص، ودايما
محفظتي فاضية ومش عارفة أعمل أي حاجة. تتكلم عن محفظتي أنت يا محمود كده. أنا محفظتي على طول فاضية. بالظبط هو ده فعلا الأعراض. وحتة الشراهة في الشراء دي، إن أنت لما بتشتري أنت مش بتوقف عند مرحلة معينة، يعني أنت بتشتري وخلاص كده أنا عملت اللي أنا عايزه، لا بالعكس ده الموضوع بيزيد. يعني كل ما بتشتري كل ما بقى عندك شراهة في الشراء أكتر، اللي هو أنا هشتري هشتري تاني هشتري تالت لغاية ما أنت مش عارف هتوصل لحد. زي ما بيحصل معانا إن كلنا ممكن ننزل هروح في مول، مجرد انا هشتري حاجه بسيطه بتخلص الفلوس اللي معاك وما بالزبط. بتكملش بقى الخروجه عشان انت يا دوبك كده خلصت. بالظبط كده بالظبط. فهي الفكره ان احنا بقى عندنا بقى مراحل للشوبهوليك ده، يعني اكيد انا مش بوصل من ليفل 0 لليفل 10 على طول، اكيد انا عندي بالظبط انا عندي مراحل. مراحل بقى ايه؟ انا عندي اول مرحله زي ما محمود قال ان انا بصرف كل الفلوس اللي معايا وما بيتبقاش معايا فلوس وبرجع البيت دايما، يعني ممكن حتى استلف حق المواصلات، معيش ولا مليم في المحفظه بتاعتي. دي اول مرحله. دي المرحله الاولى بالظبط. دي على قد ما هي خطيره طبعا ان انا معيش فلوس، يعني اكيد دي لها خطوره برضو، بس المرحله الاخطر منها وهي المرحله الثانيه ان انا اوصل لدرجه بقى ان انا استلف علشان اجيب اللي انا عايزه او البي حاجتي دي واشبع رغبتي في الشراء. ففكره ان انا استلف دي ممكن استلف من حد من صحابي، وممكن الاخطر بقى ان انا اعمل قروض بنكيه مثلا او اعمل كريدت كارد فالاقي نفسي مديونه، والمديونه دي انا معيش فلوس ان انا اسدد، فكده بقى عندي مشكله اكبر ان انا مش عارف اسدد الفلوس، ممكن توصل لدرجه مساءله قانونيه، وهنا ده الخطر. دي مرحله الخطر. دي بالزبط. المرحله اللي ممكن بيبقى عندها ان هو يبتدي يبص ان انا وصلت لكده ازاي ويحاول يراجع نفسه. بالظبط. انا عايزه اقول لك كمان حاجه يا محمود سهلت علينا جدا موضوع الشوبينج ده، وبالذات في الفتره اللي فاتت فتره الكورونا، موضوع الاونلاين شوبينج. احنا قاعدين في البيت بنصرف فلوس من غير حتى ما نخرج بره، يعني بره الريسبشن، احنا قاعدين في الريسبشن بنصرف فلوس واحنا قاعدين. الموضوع ده سهل جدا حته صرف الفلوس، وبقى كل حاجه ممكن تحاسب عليها لما تجيلك البيت، ممكن تحاسب عليها عن طريق الكريدت كارد زي ما بنقول. فبقى الموضوع اسهل بكتير. حتى لما قعدنا واضطرينا ان احنا نقعد وما فيش محلات ما فيش مولات، برضو ما زلنا بنصرف. وان كمان في توجه دلوقتي محلات كتيره جدا انها تعمل اونلاين، بس انها تقفل حتى الفروع بتاعتها وتعمل بس اونلاين. انت ايه رايك في الموضوع؟ بتحب انت تعمل اونلاين شوبينج؟ هو رايي ان هم يعني كاي مكان مفروض يخاطب كل فئات الشعب، ما يقتصرش على فئه معينه. هي يعني نعم اقل تكاليف، بس لازم يخاطب واحد من الناس. لا بحب اروح وابص على حاجه واقيسها اكتر من مره واقتنع بيها والف واشوف كذا حاجه. ممكن حاجات اللي اشتريها اونلاين تبقى حاجات بسيطه. اه بالظبط. فهو لازم يخاطب كل نوعيات الناس، مش هيبقى مقتصر على نوع واحد. هو خلي بالك هو حاسبها برضو فكرة ماني وايز، يعني انا هوفر فلوس عمالة ممكن تكون بتشتغل في المحل، انا هوفر كهرباء، هوفر هوفر هوفر. فمن خلال الاونلاين انا كل اللي بعمله ان انا بحط مثلا كاستمر سيرفيس بيتعامل مع العميل اونلاين وبوصل له حاجته، فانا وفرت كتير جدا. فعشان كده يمكن التوجه ده منتشر اليومين دول يعني، وده اللي زود على فكرة حتة الشوباهوليك، ان انت حتى وانت قاعد في البيت خلاص انت بتشتري برضو. لو عصر الاونلاين دلوقتي في كل المجالات. بالظبط بالظبط. طيب ربنا ما خلقش داء الا وخلق له دواء، فلو كنا في مراحل عاديه او مرحله خطر برضو في علاج. تمام. من وجهه نظري ان احنا اول حاجه هننظم اولويات حياتنا، ان انا مجرد ما هقبض المرتب هيبقى لي اولويات اكتبهم في ورقه لو ما بعرفش انظم نفسي، واحدد لنفسي حاجات للصرف. تاني حاجه من وجهه نظري ان احنا يبقى لنا اهداف واحلام عايزين نوصل لها. صح بالظبط يا محمود. انت عارف الفكره كمان ان احنا ممكن نعمل زي ميثودولوجي كده او منهجيه، اول ما يجي لي المرتب احدد انا هصرف في كذا وهصرف في كذا. النظام في حد ذاته بيخليني اقدر يعني احدد اولوياتي واحدد انا هصرف في ايه، فتنظيم صرفي ده ممكن يكون علاج للمشكله اللي عندي، فدي فكره كويسه جدا. طبعا هندخل بقى في النوع او اخر مرحله في العلاج، ان احنا كمصريين بتبقى صعبه علينا، واللي هي مرحله الطب
النفسي، هل مثلا الدكتور النفسي او الطب النفسي هيبقى له مرحله في العلاج فعلا؟ ان احنا كمصريين ما بروحش الدكتور الا لما ابقى اتجننت. الدكتور النفسي عندنا وبيخبي ليه بعد الشر عنك رحت الدكتور نفسي انت اتجننت ولا ايه كده يعني؟ عارف هو فكر الفكره عندنا ان اللي يروح لدكتور نفساني يبقى اكيد عنده مرض عقلي خطير. نطلع في بريك ونرجع لكم تاني حلقه جديده من برنامج كلامكم كبار.